دائما النزول. دائما النزول مهم. تقريبا 4.5 أو 5 نقاط. خيركم، نضع هنا نقطة. بالنسبة للسطر، نهاية حرف الحاء، نضع الياء. خيركم. خيركم كاف ميم. طبعا هنا ما نكتب الكاف ميم الطويلة، يعني خيركم من تعلم، ما بها ارتفاعات، ما بها حروف ألف، فقط حرف اللام راح يكون مرتفع. بهالحالة نختار حرف الكاف الواقف، ما انه هنا قلنا هذا السطر. طبعا الطاولة عندي مايلة، فلهذا أصور بإيد وأكتب بإيد. حرف الكاف انتهينا. هذا حرف الكاف يشبه حرف اللام ألف. في إلا، لما نريد نكتب إلا، طبعا إذا كان هذا السطر ينتهي فالألف ينتهي هنا أكثر من السطر بنقطة، وهاي الجهة أقل من هذا الجهة بنقطة. نقطة من فوق، نقطة من جوا. هاي لام ألف في كلمة إلا الاستثنائية، نفس الحرف الكاف. حرف الراء 3 نقط مثل ما هو معروف، هتكون نقطة مرتاحة، ماكو شيء أصغر من نقطة. خيركم من؟ نحضر المادة، ننطي مادة شوية. نحاول نعملها نوعا ما طويلة. نبيها طول. أكثر من نقطة مسافة. طبعا معروف حرف النون النزول أكثر من الطلوع نقطة. نجي هسه على تعلم. هنا أعطيت حجم للتاء، كبرته شوية لأن عندنا مد، يكون أكو مد الحروف تكبر.
نسبة وتناسب. هاي المد ممكن، طبعا هو المد هذا نوعا ما مبالغ به بالأسطر بأسطر النسخ، لكن هي العبارة مو طويلة هبل. بالنسبة للميم تعلم الميم، ممكن نعمل ميم نازل وميم مرسل، ممكن هذا الميم وممكن الميم الثاني اللي هو يشبه هذا. كان نقطة مثلا بهيج حالة تكون فتحة كبيرة، خيركم من تعلم القرآن. طبعا المادة كل ما طولت صارت أطول من الطبيعي، إن كانت النون أو العين نوعا ما تكون مشدودة، بس لو كانت قصيرة واللي هي أقصر مد هو حرف الباء 5 نقاط تكون تشبه حرف الباء. خيركم من تعلم القرآن. طبعا مثل ما بدنا نحكي السطر مثلا، هنا جينا السطر واضح، ألف واللام تكون أعلى نقدر نسوي القرآن أيضا ممدودة، ممكن راء طبيعي والنون ممدود حسب. نسوي ممدود، لا مادتين ما ينفع تكون مادتين واحدة خلف الثانية، مادتين مع بعض. ممكن هاي الراء حرف النون صار شوي نازل. بالنسبة للنون حركتين، هاي الحركة وهاي حركة والباقي بهذا الشكل. خيركم ترون هنكون نقطتين هنا لين صار اكو مد. المسافة بين حرف الألف واللام دائما هي النقطة ونص. ما ممكن أقل من نقطة ونص. طبعا تعلم ممكن تنكتب أكثر من شكل، بس حبيت هنا نتكلم عن السطر انه ما يحتاج نخلي سطر الحرف يقعد على حرف، فنقدر نعرف الاسطر من عندها. مثلا تعلم نقدر نسوي لها تعلم، ممكن نخليها مثلا بدون مد، هذا الشكل ممكن تعلم، أو هذا الميم، أو تكون مادة حرف باء. مادة حرف الباء تختلف طبعا، هذا الشكل
طبعا التصوير ما أعرف يكون جيد أم لا، لأن التصوير بإيد والكتابة بإيد. كأنما حرف بقى. هذا حرف البقى اللي هو يكون قياسه 5 نقاط، ممكن 6، 3 4 5، وهاي السادسة. إذا كان هذا البقى وهاي السادسة، هذا الشكل. بس لما مدينا من الطويل انمطت فصارت بهذا الشكل. طبعا خيركم ممكن الخاء يكون المغلق الشكل المعروف. طبعا ممكن هذا نفس الشكل. خيركم. وهذا إن الكاف الطويل ممدود اللي هو الكاف الزنادي ما ينفع بهاي العبارة، نحتاج لا ارتفاع بداية السطر يوازي نهاية السطر القرآن واللام. كنا حرف النون ممكن ينكتب بهذا الشكل، هذا الشكل. يعني هذا الشكل حرف النون، أو كمشق نوصل للأخير والباقي نكمله بهاي الطريقة. القاف الوسطي أو الفاء الوسطي نصادبها 2/3 القلم، نوقف بعدين نرجع 2/3، هذا الشكل. هسه متوجه بهاي الاتجاه، هذا الاتجاه متوجه. إذا أردنا نسوي مد، فمن ما بدينا ننتهي الراء خليه تركيب، كأنما مفرد وقاعد على أيضا القرآن. ممكن يكون الراء بهذا الشكل، هذا الشكل. والألف يكون هنا، والنون يكون مفرد أو ممدود.